في حلول أمام خالي. نعم يجد بونو وتوزيع أول هدف. لا كاد 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 اللاعب بل حول أن يخادع الجميع ويسجل الهدف الأول، لكن في ظهر اللاعبين. شوف كرة بالحول، شوف كيف توغل بين زوج لاعبين، دخل منطقة، هل لمسوا المدافع أم لا؟ إضافة إلى اللاعب علام تسديدة، لكن ناحية كونغو بالموندو، ناحية من خطيرة 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 وجانبية، أن يخادع الجميع ويسجل الهدف الأول. رأسيته كانت جانبية، شوف بالعرض البطيء أمام مدافعين، يرفع الكرة لكن كرته كانت ضعيفة نوعا ما، ما ضربهاش بالكيفية اللازمة. شوف ما كانش تركيز هنا بهذه الرأسية من بوفليغة. زواري 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 باليسرى العارضة، طريقة رائعة دائرية، القائم يرد. زواري مازال يحتفظ بالكرة، يمر بالحول 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 جانبية، الجهة اليسرى بطريقة جيدة، لكن بالحول ما تمكنش من ضرب الكرة بالطريقة التي اليوم. لكن اتحاد بلعباس لحد الآن هو متعادل، نقطة تكفي. تسديدة صعبة جانبية من كونغو بلعباس، شوف تسديدة مارا والحارس طلع. هاي الكرة الأخيرة لنعمار الذي أخرج هذا اللعب بعد هذه الركنية لاتحاد بلعباس. تسديد من زواري ضعيفة أمام الحارس بن حسيني، هل يوفق بن حسيني في تسجيل أول هدف؟ لكن الدفاع كان حاضر ومتجمد. بن حسيني شوف على مرتين بن حسيني، لكن تسديدته ربما ما دخلش اللقاء. كرة القدم كرة أخرى طويلة ناحية الهجوم، رأسية لكن جانبية. يشارك الهجوم، يشارك زملائه بالهجوم نظرا للبنية المورفولوجية لهذا اللاعب. لن يطيل في إنهاء هذه المباراة، وبالفعل في هذه اللحظات ينهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.